أهلا بكم في هنا البحرين. تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن عودة موسم التخييم لهذا العام اعتبارا من 10 من نوفمبر لعام 2023 وحتى 29 من فبراير لعام 2024، وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي تعمل على وضعها المحافظة الجنوبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركة بابكو انرجيز، موجها سموه الجهات المعنية بتهيئة الجو الملائم للمواطنين المخيمين خلال هذا الموسم جريا على عادة مواسم التخييم السابقة، وبما يحافظ على سلامة المواطنين ويراعي الالتزام بالحفاظ على البيئة والحياة الفطرية. تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي، دشن كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان بعنوان إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية للمؤلف الدكتور جمال سند. وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بإقامة فعالية اليوم الأولمبي بتاريخ 4 من نوفمبر بتنظيم من اللجنة الأولمبية البحرينية وبالتعاون مع الاتحادات الرياضية. وأكد سموه أنه جريا على العادة السنوية وتلبية لدعوة اللجنة الأولمبية الدولية، فإن اللجنة الأولمبية البحرينية تشاطر العالم بتنظيم اليوم الأولمبي من كل عام للحث على القيم الرياضية النبيلة والترويج لمبادئ الفكر الأولمبي والتشجيع على ممارسة الرياضة ونشرها بين المواطنين والمقيمين عبر سلسلة من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تستقطب كافة أطياف المجتمع. أقام مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وركزت الندوة على نقطتين مهمتين وهما تكييف العمل الإرشادي في المجتمع البحريني ودور الإعلام الاجتماعي في التوعية بالصحة النفسية. فلنتابع التقرير التالي. نظم مركز عائشة للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك في مقر المركز بمدينة حمد. وابتدأ البرنامج بكلمة ترحيبية للأستاذة جليل إسماعيل مديرة المركز. نطرح اليوم موضوع تكييف العمل الإرشادي أو تكييف نظريات الإرشاد النفسي والأسري مع المجتمع البحريني كأحد المواضيع المهمة الآن، باعتبار بأن أكثر نظريات العلاج النفسي والأسري نشأت وتطورت أيضا في الثقافات الغربية. الفترة الأولى من برنامج الفعالية كانت عبارة عن ندوة بعنوان تكييف العمل الإرشادي مع المجتمع البحريني لأستاذ علم النفس محمد مقداد، وبعدها ألقى الأخصائي النفسي الإكلينيكي الأستاذ محمد حجي ندوته العلمية والتي عنوانها دور الإعلام الاجتماعي في التوعية بالصحة النفسية. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت هذه الندوة حول الصحة النفسية بصفة عامة، فأنا كنت أحد المتدخلين في هذه الندوة وتكلمت عن الإرشاد الأسري والإرشاد النفسي بصفة عامة، وبينت بأن الإرشاد النفسي هذا إذا أردنا له أن يكون ناجحاً يجب أن يكون مؤسس أو مبني أو عنده معلومات عن المسترشدين بصورة عامة. وتخلل البرنامج جلسات مناقشات علمية أثرى بها الحضور مزيدا من الفائدة والتوعية، كما تم تكريم الجهات المعنية التي قدمت خدمات الصحة النفسية. من أهم الخدمات اللي يعني قدمها المركز هي خدمات الإرشادية المتعلقة بالجانب الاجتماعي وبالجانب النفسي، ومن أهدافه أنه هو يحقق يعني خدمات يعني تقدم إلى الأسرة البحرينية، وأيضا يعني تدعم نشاط والمرأة البحرينية بشكل أساسي. المجتمع البحريني يعتبر من المجتمعات الواعية بأهمية عقد مثل هذه الندوات، سواء كانت على المستوى الحكومي أو بتنظيم من القطاع الخاص.
وصلنا لختام برنامج هنا البحرين، في أمان الله.